بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناة زين الموبايل. كنتمنى تكون أخواتي في تمام الصحة والعافية، وكنتمنى إن شاء الله تكون أموركم كلها بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الوصفة اللي كانوا عليها طلبات كثيرة، هي السويس رول أو الكيك الملفوف. غادي نمشي إن شاء الله بأدق التفاصيل باش أخوات، وغادي نقدم لكم واحد الجينواز اللي هي ناجحة 100%. إن شاء الله غادي تجربوها الأخوات، مابقاش عندهم مشكل نهائيا مع الجينواز. وكذلك غادي تكون مفوقة كما قلت لكم بسويس رول على كيك ملفوف. كنتمنى ان شاء الله اخواتي تجربوا وتنال اعجابكم. الى عجبتكم تجدروا لايك الفيديو، تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. اي تعليق اي اقتراح خليه اسفل الفيديو. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. كيف ما قلت لكم اخواتي بالنسبة للجينواز كيتشكونا بزاف ديال الاخوات انها ما كتصدقش اليوم. اليوم ان شاء الله باذن الله وقوتي غادي نعطيو، يعني غادي نمشيو معها خطوة بخطوة، وغادي نعطيو ادق التفاصيل باش ان شاء الله جميع الاخوات ما يبقاش عندهم مشكل نهائيا مع هذا الجينواز. غادي نحتاجو على بركة الله 4 حبات ديال البيض بحرارة الغرفة. كنأكد ضروري ما يكونوا بحرارة الغرفة، لنفرض ان السيدة كان عندها بيض في الثلاجة وبغات تخدم جينواز، غادي تجبدو من الثلاجة، غادي تخوي عليه الماء يكون سخون، الماء دافي ماشي مغلي، الماء دافي، وتخليه واحد 10 دقائق باش يشد الحرارة ديال الغرفة. غادي نحتاجو على بركة الله قلنا 4 حبات ديال البيض بحرارة الغرفة. غادي نحتاجو 120 غرام ديال السكر سنيدة. 120 غرام يعني أخوات لي كيعبرو كاس العنبة، كاس معامرش، كاس مغاديش نعمرو حتى الفم، يعني غادي يكون واحد الربيع ناقص منه، كاس معامرش ديال السكر سنيدة. غادي نحتاجو كيف ما كتلاحظو معايا هنايا عندي 40 غرام ديال النشا، 40 غرام عطيتكم 2 معالق كبار ديال النشا أو لما يزينا، 20 غرام ديال الكاكاو. هذا اللي ما بغاتش دير الكاكاو ما ديروش، الا بغاتها تكون بيضاء. انا حنت بغيتها انا تكون بالشوكولاط، وبزاف الاخوات طلبوها ليا بالشوكولاط، لهذا انا سبق لي حضرت معكم واحد الجينواز عاديه ما فيها لا شوكولاط لا والو، وانما جاوا الاخوات بزاف طلبت انني نحضر معاهم جينواز بالشوكولاط. هنا غادي نحتاجوا 20 غرام ديال الشوكولاط، لا بودغ دو كاكاو، هنا المر ماشي الشوكولاط الحلو، كنقولوا الشوكولاط 20 غرام ديال الشوكولاط المر. وغادي نحتاجوا 60 غرام ديال الدقيق. الاخوات اللي بغاو يديروها بيضاء يعني غادي تكون عندهم 60/20، غتكون عندهم 80 غرام ديال الدقيق، يزولوا الشكلاط ويديروا 80 غرام عفوا ديال الدقيق الفورس او الدقيق الابيض. غادي نحتاجوا كيس من السكر فاني، انا غادي نسم بالسكر فاني، والسيده يمكن ليها دير قشور الحامض ولا قشور البرتقال ولا اي حاجه بغات تنسم بها كتنسم بها. عندنا كيس من خميرة الحلويات، غتقولوا الجينواز غادي نديروا فيها خميرة الحلويات. انا كيف قلت لكم انا هذا الجينواز هذه غادي نعطيها للاخوات المبتدئات باش ما يبقاش عندهم شي اشكال نهائيا في الجينواز. غادي يديروا خماره، ضروري ما يديروا خماره، ومعلقه ديال الزبده مع النشا والزبده تيخليوا الجينواز كتجي خفيفه، كتجي سوبل وخفيفه بزاف، وشي حاجه ان شاء الله وما تلصق لكم في البابي في اللاطه ديالكم، يعني غادي تجيكم شي حاجه اللي هي زوينه ان شاء الله الا جربتوها. قبيصه ديال الملح، واحد الرشيشه ديال الملح، ماشي شي حاجه اللي كثيره. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نديروها، غادي نحاولوا على بركه الله نطربوا هذا البيض شويه، ما غادي نفصلوا لا الصفر بوحدو ولا البيض بوحدو، البيض كله كيطرب. يعني كناخذوا 4 حبات ديال البيض كاملين كنوضعوهم. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا وسط البيضات ولا نقول لكم واحد القاعده تبعوها، بيضه تتمشي معها 30 غرام ديال الدقيق و 30 غرام ديال السكر. بيضه وحده تتمشي معها 30 غرام ديال السكر و 30 غرام ديال الدقيق. يعني الله جعلنا ما نديرو واحد الجينواز فاتا 8 البيضات، الا تبعنا غير هاد القاعده هادي فالبيضه كتمشي معها 30 غرام ديال السكر و 30 غرام ديال الدقيق. انا غادي نضرب البيض شويه حتى كيرغبي، عاد غادي نبدا نضيف السكر بالتدريج. بسم الله. هنا كيف ما كتلاحظوا ضربت البيض شويه حتى وكان داير هاد الفقاعات هادو. دابا غادي نبدا نضيف السكر وانا كنخلط. بسم الله. هنا لاحظوا معايا الخليط اخواتي كيف ولا، يعني كنطلعوا هذاك السكر مع البيض كنطلعوه مزيان حتى كتولي لنا بحال الشكل ديال واحد الكريمه. هنا الاخوات اللي ما عندهمش هذا الباتور هذا الكتريك تياخذوا غير الفوي عادي باش باش كنخلطوا النظيف، ولا باش كنخلطوا الكيك الفوي عادي تناخذوا هذه الباسينه هذه ولا يعني ولا اي حاجه ولا سلاديه، يعني فيما بغات تطلع السيده هذا الجينواز ديالها كديرها تحت حمام، يعني كديرها فوق النار، كتاخد واحد الكاسخول كديرو فوق النار في الماء بحال غادي تذوب الشكلاط، وكتبقى تخدم هكا بيديها غير بيديها بحال هكا فوق حمام مريم العافيه مهيله، كتبقى تطلع بحال كضرب ضرب ضرب حتى كيبان ليها الخليط على بحال هذا الشكل هذا، يعني رغوه وتكاتفت يعني
ابيض ولا الشكل ديالو بحال الكريمه، كتزولو من فوق النار، من فوق حمام مريم، ماشي كنديرو نيشان فوق النار، كتحطو بحال هكا وكتبقى تطرب حتى كتبردو، يعني كتبقى هكا تحرك 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 حتى كتبردو. وغادي نضيفو دابا على بركه الله الدقيق. لاحظوا معايا الدقيق هنايا، خديتو غربلتو هو والكاكاو، يعني هاد النواشف كلها كتغربل. المره الاولى كنغربلو الكاكاو والدقيق والنشا جوج مرات، وبالنسبه للخماره كنغربلوها في المره الثالثه، عاد كنضيفو ديك الخماره اللي عندنا من فئه 7 غرام. هادو هما النواشف ديالنا كي شفتوهم ضروري ما يتغربلو، كنأكد ضروري ما يتغربلو. غادي ندوزو على بركه الله دابا باش نضيفوهم شويه بشويه. بالنسبه لديك الفاني والقبيصه تاع الملحه، راه حنا ضفناهم ملي بدينا تنخلطو، يعني ملي بدينا كنخلط مع السكر نطلع دفنا السكر دفناهم. دابا غادي نضيفو الدقيق، ما غاديش نجيو نضيفو دقه وحده، غادي نمشيو هكا على غادي نضيفو على مراحل. بسم الله، حنا تنخلطو من الفوق لتحت باش ما يتهرش لينا هذاك البيض اللي طلعنا. هنا كيف قلنا كنضيفو الدقيق يعني النواشف كنضيفوهم بالتدريج شويه بشويه على دفعات، وديما حنا ما تنحرصوا لان هاد لاباري هادي كتكون سونسيبل، نحاولوا غير من التحت للفوق. هنا كما كتلاحظوا طفنا الدقيق، لاحظوا الخليط كيف راه داير، وحنا مع التحرك كيبان لكم يعني الخليط صافي تجانس، وديما من التحت للفوق من التحت للفوق. دابا غادي نضيفوا ديك المعلقه ديال الزبده اللي عندنا، اما تكون مذوبه ولا تكون يعني في حراره الغرفه. هنا كيف ما قلنا ضفنا معلقه ديال الزبده، دابا غادي نحاولوا على بركه الله نفرغوا الخليط ديالنا في واحد اللاطه. انا غادي نديرها في واحد اللاطه اللي هي مربعه طبيعي، يعني مستطيله عفوا، لان الاخوات بغاو كيك ملفوف او رولي ملفوف. غادي نحاول ان شاء الله نحضروه. هنا كناخذوا واحد اللاطه ديال الفران، يعني اللاطه ديال الفران اللي عندكم. هنا كيف ما كتلاحظوا انا خديت واحد اللاطه اللي فيها تقريبا واحد 33 على 26، خديتها درت لها شويه ديال الماء من التحت، ضروري شويه ديال الماء. من بعد كنديروا لها بابي كويسون ضروري من ورق الزبده او لا ورق الطبخ ضروري، هذا الا بغيتوا لا جينواز ديالكم تجيكم ناجحه 100%. ما ديرش السيده الدقيق وما ديرش بحال غطيب واحد الكيك والزبده والطحين، لان انا كنأكد على هذا البابي كويسون خاصو يكون. من بعد كناخذ البابي كويسون تندهنوا بشويه بالزبده من الفوق. هنا من الفوق كيف ما كتلاحظوا راني دهنته بالزبده. غادي نجيب دابا على بركه الله الخليط ديالي، غادي نزيد ديال غادي ننزل الاناء اللي عندي الفوق، وغادي نبقى نضيف نحاول نوزعوا الخليط ديالنا غير بشويه، ما نبركوش عليه بزاف، نعطيوه الخاطر غير بشويه، نوزعوه على السطح ديال المول ولا القالب اللي عندنا. غادي ندخلها انا عادي نطيبها في الفران تاع الضو على 180 درجه بالنسبه للفران. انا غادي ندخلها له بارده، ديما تنقول انا الجينواز انا بالنسبه ليا كنطيب الجينواز ولا الكيكه كنطيبها في الفران بارد. غادي ندخلها للفران كيف قلت لكم على 180 درجه، غادي نشعل عليها لتحت، غادي نشعل عليها غير لتحت، حتى غادي تاخذ معايا تقريبا باش نقول لكم ما بين 10 حتى 15 دقيقه، 10 حتى 15 دقيقه الماكسيموم. فهاد الا كانت هكا في هاد الاطار هذا كنتو درتوها في واحد المول اولا القالب فاش كنديروا الكيكه عادي مدور، غادي تاخذ معاكم حتى 25 دقيقه. يعني الا كنتو غادي ديروها في واحد القالب فين طيبوا الكيكه عادي، يعني الا بغيتوها هكا دائريه غادي دير لكم واحد 20 دقيقه تقريبا في الفران. كنتو غادي ديروها هكا في اللاطه مسرحه غادي تاخذ لكم ما بين 12 حتى 15 دقيقه. حنا باش غادي نعرفوها طابت، هي غادي السر ديال الجينواز خاصها تبقى ما تجيناش ناشفه، الا جات ناشفه راه غادي تكسر معاكم. سيرتو دابا هذه اللي بغينا نديروها على شكل سويسرول او كيك ملفوف، الا خاصها ما تنشفش معنا في الفران، الا نشفات معنا في الفران فراه ما غاديش تصدق لينا نهائيا، غادي تهرس لينا بهذا المعنى. ملي غادي نبداو نلفوها غادي تهرس، يعني راه يعني الطياب ديالها هو فين كاين السر، يعني الطياب راه خاصنا نردو البال بزاف للفران. باش غادي نعرفوها انا ملي غادي تدوز واحد 10 دقائق غادي نحل الفران ديالي، غادي نشعل عليها غير لتحت، غادي نشعل عليها غير لتحت، من بعد
واحد دوز واحد 5 دقائق غنشعل عليها الفوق باش غادي نعرف انا الفران ديالي واش طاب الجينواز ديالي واش طابت. كنقيسها بصباعي هكا غادي نقيسها بصباعي الا خرجوا صباعي ناشفين صافي راه الجينواز ديالي طابت يعني ما غاديش نزيد حيت هي الا كانت هكا دابا هي بالشكلاط ما غاديش تبان ليا انايا لان الا كانت عاديه غادي تبان لك هكا كيذهب يعني اللون ديالها كيولي صفر غير كيذهب اللون ديالها تنخرجوها ما خاصهاش تحمر. هنايا في الشكلاط كنقيسو غير بيدينا الا خرجوا يدينا باقيين شويه تيتلصقوا نخليوها واحد دقيقه الى خرجوا يدينا ناشفين صافي بركه على الجينواز ديالنا. هنا كما كتلاحظوا الجينواز ديالنا اخواتي خدات معايا 12 دقيقه بالضبط 12 دقيقه بالضبط كيف ما كتلاحظوا يعني ملي قلت لكم ملي تدير يديكم هكا وكتخرجي يديكم ناشفين عرفوا بلي راه الجينواز ديالكم طابت الى كنتوا غادي طيبوها بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز على بركه الله باش نحاولوا نقلبوها. ضروري ما تاخذوا واحد اما واحد المنديل نقي ولا هكا بابي سولفوريزي غادي نحاول نقلبوا جينا الوسط باش يسهل عليا الخدمه. هنا كما قلت لكم اخواتي قلبناها دابا غادي نحاولوا على بركه الله نزولوا هاد البابي سولفوريزي اللي كاين هنايا بسم الله غير بشويه تنحاول نجيبو واحد شويه ديال السكر كلاصي تنحاولوا نغطيو به هكا الوجه ديالها باش ما تلصقش لينا ملي نبغيو نلويوها. هنا كنبداو على بركه الله نلويوها غير بشويه مشيو معاها غير بشويه يمكن لكم كما قلت لكم ديروا منديل نقي هاهي اخواتي دابا غادي ندير ليها واحد المنديل نقي نحاول ندركو عليها نعاود انا غادي نعاود ندير ليها واحد المنديل نقي ونخليها حتى وكان تبرد باش تاخذ ليا لا فورم ديال هاد الرولي اللي درت دابا. من بعد ما برد الرولي ديالنا فتنوجدو واحد السيرو السيرو طبيعة الحال ديما تنقول كاس ديال السكر مع نص كاس ديال الماء تنديرهم فوق البوطه يغلاو واحد شويه وكديروا لاغوم اللي بغيتو قهوه يعني فاني اللي لاغوم اللي بغيتو كتضيفوها. دابا غادي نحاولوا نايطاليو الكريمه ديالنا الكريمه هي الكريمه ديال الزبده اللي سبق لي وحضرت معكم اخواتي غادي نخلي لكم الرابط ديالها. هنا من بعد ما ايطالينا الكريمه ديال الزبده اللي بالقهوه والشكلاط غادي ندير واحد انا كنوجد هذا هنا عندي البخاله البخاله هو اش نقول لكم صايبت معكم بخاليني بخاليني صايبته معكم يعني كنخلي لكم الطرابي الا بغيتو تعرفوا على الطريقه يعني تناخذوا واحد الكميه ديال اللوز ولا النوازيط انا عندي هنا اللوز والنوازيط مخلطين تنسخنهم شويه في الفران كتعرفوا ان النوازيط ما يستحملش الحراره يعني اون فوا غير سخون تنحو نحيدوه بسرعه كنوجدوا واحد السيرو اللي تيكون فيه مثلا 150 غرام ديال السكر تنديروا معاه 30 غرام ديال الماء تنديروهم فوق النار حتى وكان تيغلاو وترميو فوقهم اللوز والنوازيت يمكن لكم ديروا غير اللوز وصافي تنبقاو نحركو حتى كيتكراميليزا تنحطوه فوق واحد المنديل ولا واحد عفوا واحد البابيو سيفوريزي وتنقطعوه بحال هكا كنخليوه حتى كيبرد وكنحاولوا نفردوه. هذا تتبقى يعني من بين الاشياء اللي يمكن السيده تنكه بها بحال دابا مثلا انا درت هذا الرولي هذا بغيت شي حاجه اللي تجيني كخوكون داخل في هذا الرولي هذا يعني البخاليني كنطحنوه حتى كيولي عندنا بحال كومين بات يعني بحال غنحصلو على واحد العجينه. اما البخاله فهو العكس يعني تيبقى هكا مقرمش ما تنطحنوش غير تنكراميليزيو اللوز صافي. هنا غادي نبداو على بركه الله بحال هاد لي زاستيوت بحال البخاليني ولا البخاله يعني السيده ملي تكون جالسه ما يعني راه كنحتاجوهم الا محتاجينهم في الحلويات تاع لا كريمه كنحتاجوهم في لي صابلي كنحتاجوهم بزاف ديال الحوايج تصايبهم على تيساع باش ماشي تجمع عليها الخدمه راه ميم با جينواز يمكن السيده تصايبها وتحطها في دبا واحد المده في المجمد راه ما تبقى عليها حتى شي حاجه يعني بحال هاد المسائل هذه كتصايب السيده على تيساع وتخليها عندها الوقت اللي بغات دير شي حلوه ولا ماشي تبقى تفكر واش خاصني ندير هادي وندير هادي وندير هادي قد ما نظمت السيده الوقت ديالها وكانوا عندها بحال هاد المكونات هادي يعني كاين الوقت ما غاديش نقول ما كاينش الوقت كاين الوقت راه فوق كنجلس كنلقاو ما نديرو نخدمو شويه في الكوزينه. الو غادي نحاول رولي دابا هاد المسائل هادي بسم الله
نضغطو غير بشويه لان انا مستعمله الكريمه هنايا. بسم الله يا ربي. صافي من بعد ما غادي نروليوه فغادي نخليه واحد شويه قبض راسو وانا طوندو نصايبو شي حاجه باش غادي نزينو. اما كديرو واحد كلاطاج ديال الشوكولاط ولا كتبودريو غير هكا بشويه ديال لابودغ دو كاكاو من الفوق هكا، يعني كيبقى تزين حسب كل سيده والمتوفر عندها. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي هالرولي ديالي، دابا انا غادي نوضعو فوق واحد الشبكه. دابا الحال بارد ما نتسناش عليه كاع في الثلاجه، غادي نديرو غير فواحد الشبكه وغادي نصايب ليه واحد الكلاصاج اللي غادي نوريكم شنو غادي ندير فيه. بالنسبه للكلاصاج كناخذ واحد الكميه ديال الشوكولاط، مثلا واحد 120 غرام ديال الشوكولاط، غادي نديرو ليه واحد بتي سويت صغير، يعني اسهل كلاصاج يمكن لكم ديروه بالحلويات ديالكم. غادي نخلط بسم الله. هنا كنوضعو كيف ما كتلاحظوا الكلاصاج ديالنا ونحاولوا نطاليوه، انا دابا الحال بارد الحين تيبرد. السبيسرول ديالنا اخواتي كتلاحظوا معايا اولا الكيك الملفوف، من بعد ما درنا ليه الكلاصاج فتيبقى تزين حسب كل سيده. لاحظوا معايا هذاك الكلاصاج اللي تنديرو كيجي بحال الشكل ديال لي غوشي، كيجي فن يعني كيجي زوين بزاف ان شاء الله اخواتي. حتى في المنظر ديالو تيجي زوين. الاخوات اللي ما عندهمش هذاك البخانه فيمكن لهم يديروا غير شويه ديال اللوز، واحد 100 غرام 50 غرام ماشي كاع 100 غرام 50 غرام، ياخذوها يحمروها. ملي تنقول 50 غرام تيقول واحد جوج معالق ولا ثلاثه المعالق، تنحاول ناخذوها تنسخنوه نمسحوه ونسخنوه الفرن واحد شويه وتنجيبوه تنهشيوه، يعني غير هكا بالموسوله صافي تنديروه هو بلاصه هذاك البخانه الا ما عندكمش. يعني كتجي شي حاجه اللي هي لذيذه ورائعه جدا. وهكا السيده يعني كنعرفوا دابا يعني الاخوات كيبغيو يقدموا بحال هاد الحلويات هادو وتفرح بها كوليداتها. غير واحد الحاجه راه كنتو غديري لها هاد الكلاصاج والشوكولا راه واخا تبقى عندكم حتى شي حتى سيمانه في الثلاجه ما تيوقع لها حتى شي حاجه. الا درتو لها كلاصاج والشوكولاط تبقى عند السيده حتى سيمانه في الثلاجه، كتبغي السيده كتفرح وليداتها في العشيه ولا حتى اسبوع، يعني حتى اسبوع يبقى تبقى في الثلاجه ما يوقع عليها والو. غادي نحاول نقطع معكم واحد شويه باش تشوفوا كيف تيجي. غادي نحاول نزول غير هاد لي موتيف هادو باش يبان لينا مزيان يعني في التقطع. غادي نحاول نقطع معكم، غادي ندور عند التبصيل باش يسهل عليا انا نقطع. بسم الله. نقطع لكم واحد المرسو باش تشوفوا كيف تيجي هاد السويسرول ديالنا، يعني وهذيك لا جينواز صدقوني راه الا جربتوها ما غاديش تلقاو مشكل نهائيا مع 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 هذا، ما غاديش تلقاو مشكل. انا بزاف تاع الاخوات كيعانيو من هذا المشكل ديال الجينواز، ان شاء الله الاخوات غادي يجربوه. انتم لاحظوا معايا كيف تيجي من هنا، انا غادي نحاول نزلوها هكا باش يبان لكم. انا كيف ما كتلاحظوا عمرتو بالكريمه ديال الزبده، يمكن السيده تعمرو باي حاجه بغات، يمكن لكم ديروا الكريمه ديال الحامض، يمكن لكم ديروا الكريمه ديال البرتقال، يمكن لكم ديروا هذاك باش كنصايبوا الماسكاربون يعني الكريمه ديال الماسكاربون هذاك التيراميسو يعني اللي كيكون فيها الجبن، يعني كاين يمكن لكم ديروا عشانطيب وحديتها، يعني كيكون بزاف ديال المسائل باش يمكن لكم تعمرو. انا فقط عطيت لكم اقتراحات، المهم هي لا جينواز يعني كيفاش كتقولوا لي واو المراحل اللي تبعتو معايا. ان شاء الله اخواتي كنتمنى تعجبكم هذه الحلقه هذه، الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد. ما تردوش انكم تخليوا استفساراتكم تعليقاتكم اي اسئله يعني عندكم خليوها اسفل الفيديو في كومونتير فان شاء الله غادي نجاوب عليها الى حلقه مقبله بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.